الموقف الفرنسي يظهر كأنه موقف متقدم أيضا إلى بوقوفه إلى جانب إسرائيل في هذه الحرب. ما عاد واق بجانب إسرائيل لأنه اكتشف الرجل دعا إلى تحالف دولي لمحاربة حماس لكن, كما لكن الآن تراجع لأنه اكتشف أنه ذلك يعني أن فرنسا ستصبح في حرب أهلية. فما 8 ملايين مسلم في فرنسا وفما 500 ألف مسيحي يهودي 200 ألف يهودي. الحرب الأهلية ستبدأ بهؤلاء بين اليهود والمسلمين في فرنسا، وستنقسم فرنسا شبابها وتقدميها مع المسلمين وشيوخها اللي ما عندهم حتى قدرة مع اليهود. ما مش بهايم الفرنسيس يخمروا وعندهم مفكرين واكتشفوا أنه هذا سيؤول إلى حرب أهلية في فرنسا. نجيو للموقف العربي. دين سلوس كتب مقالا في نيويورك تايمز يقول فيه أنه من حلم أو من أحلام العرب هو القضاء على حركة حماس، وهم يدعون سرا إلى القضاء على حركة حماس، ومن مصلحة الأنظمة العربية أن تقضي على حركة حماس باعتبارها تمثل الإسلام المقاوم. في تقديرك الأنظمة العربية وموقفها اليوم مما يجري في غزة، هل هو موقف أصيل عندما تعبر مثال الأردن وتعبر مثال تونس وتعبر الجزائر عن وقوفها إلى جانب الفلسطينيين؟ هناك فرق بين الأردن وبين الأخرين اللي ذكرته من عليه، لأن الأردن القضية تعلق بوجودها كدولة. هل هي مهدد وجودها؟ طبعاً طبعاً طبعاً. تونس مهدد الدمية لأنه يتسكر عليه الباب فقط، ولذلك منع قانون التطبيع. هو الذي منع قانون التطبيع لأنه يخاف من هذا، يخاف من هذا، مع العلم أنه ليس هو الوحيد الذي منع قانون التطبيع. الغنوشي أيضا منع قانون التطبيع أيضا. طبعا اليسار الذي يطلب ذلك أيضا لو يجد موافقة عليه سيقول لا، لا أحد منهم يريد قانون التطبيع، لأنهم كلهم يستمدون بقاءهم من رضا اللوبيات الصهيونية في الغرب كلهم بما فيهم الغنوشي. هو منع قانون التطبيع. يعني خلينا نكون واقعيين وبراغماتيين، هل منتظر اليوم من الأنظمة العربية، هذه الأنظمة التي تحارب الإسلام السياسي أو ما تحارب الثورات العربية، أن تقف إلى جانب حركة من حركات الإسلام السياسي؟ لا يمكن، لا يمكن. ولذلك أنا أعتقد أن الهزيمة تتعلق، لما سألتني المرة الأولى لماذا جاءت فرنسا أمريكا للبحر الأبيض المتوسط، قلت لك جاءت لتحمي الأنظمة وليس لكي تحمي إسرائيل. إسرائيل قادرة على حماية نفسها، خذت صدمة لكن قادرة على حماية نفسها على الأقل بالطيران، على الأقل بالطيران، وفي النهاية إذا ما نشحتش بالطيران بسلاح النووي. إذا إسرائيل قادرة على حماية نفسها، مش حماية إسرائيل وإنما حماية الأنظمة التي فقدت حماية إسرائيل وحماية إيران. الأنظمة كانت الأنظمة العربية بعضها كانت تحميهم إيران وبعضها كانت تحميهم إسرائيل نيابة عن روسيا وعن أمريكا. هذه النيابة اقتضت أنهم هما يجيوا بيديهم روسيا وأمريكا، هما يجيوا بيديهم معاش النواب. الحكام العرب اللي كانوا يستعملون في خطاب مزدوج، خطاب للاستهلاك الداخلي وخطاب للاستهلاك الخارجي، بمعنى أنهم يستعملون الباطنية السياسية، خلينا نقول إلا الأردن ومصر. عليه مش لأنهم يحبوا الثورة ولا يحبوا حماس، لأنهم يعرفوا أنه إذا انتقلت حماس إلى سيناء مصر كلها باش تولي حماس، وإذا انتقلت إلى الأردن الأردن كل باش تولي حماس. إذا هم يعلمون أن الآتي سيكون أخطر عليهم من الحاضر، ومن ثم فكلامهم فيه بعض الصدق. أما بقية العرب فهم متى تنتهي هذه الظاهرة قبل أن نسقط، متى تنتهي قبل أن نسقط. ولذلك أعطيت أنا شهر، قلت إذا صمدت شهر انتهت الأنظمة العربية، انتهت الأنظمة العربية. إذن أنت في تقديرك بعد مرور هذا الشهر الأنظمة العربية الآن في طور السقوط، يعني ستلعب اللعبة اللي أنت قلت عليها الآن، يعني النفاق على أنهم مع الثورة ويحميوا الشعب الفلسطيني ويحميوا كذا كما توا قاعدة تعمل إيران.
في الحلقة السابقة حكيت على أنه ضعيف عادة يستعمل المطاولة في الحرب. طبعا الضعيف نحكي من ناحية القوة والقوية الروحانية يستعمل المطاولة. إسرائيل أعربت عن قدرتها على الاستمرار لمدة سنة في هذه الحرب. لكن سنة احنا بالنسبة لنا احنا سنة حكاية فارغة، لأن احنا بدينا الهزيمة منذ القرن الخامس عشر. احسب من الخامس عشر للحادي والعشرين قد ايه؟ ستة قرون. بحيث عام ما قلقنيش. والقادرة حماس أن يستمر صمودها مش سنة حماس، ما عادش حماس. الآن في حماس في الضفة، في فلسطين القديمة اللي في 48 في نخب العالم الكل، شباب العالم الكل، ما عادش القضية في حماس. ولذلك أنا لا أحدد ما حدث بجغرافية غزة، وإنما بجغرافية العالم من حيث الرؤية. الرؤية الآن لإسرائيل هو أن إسرائيل دولة إرهابية. ما عاد حتى إنسان في العالم من الذين ليسوا عملاء واضحين يستطيع أن يقول شيء آخر. إسرائيل دولة إرهابية. يا سيدي صحيح غدروكم واستعملوا الإرهاب نهار سبع باه أقبل، لكن أنتم ما كنتم قاعدين تقتلوا في اللي غدروكم، أنتم قاعدين تقتلوا في الأطفال وفي النساء وتهدموا في المدن. هذا مش دفاع عن الذات، هذا انتقام، والانتقام ينجم يدوم ثلاثة أيام أربعة أيام، كما ما يسمى بكريم باسيونيل، راجل القامرة فاجرة فاقتلها واقتل اللي تفجر معها، يخففوا عليه في القضاء. لكن ما يقولوش ولا بطل، يقولوا مجرم لكن يخففوا عليه، يسمى كريم باسيونيل. باهي انتم الثلاثة ايام الاولين نقولوا كريم باسيونيل اقتلتوا من المواطنين، لكن انتم تو عندكم فتوا الشهر تقتلوا في العباد. واسرائيل هل قادرة ان تستمر في، يعني هل في صالحها ان تستمر هذه الحرب؟ ولذلك الحرب انا قلت لك ان الخطر هو انها ستضطر الى التوسيع، هي التي ستوسع، وليس لا إيران ولا العرب ولا حزب الله ولا تركيا. من سيوسع الحرب هو إسرائيل لما تفشل في الحرب المحدودة بغزة، بغزة والضفة ستوسع الحرب. لأنه في النهاية أمريكا الآن أعطت تعليمات لإسرائيل بأن على الأقل تحقق هدى حتى تخرج ولادها. عندها 30 واحد امريكي، اذا ما تخرجهم ما كانش الحكومه الامريكيه ستسقط. بايدن لن ينجح اذا لم يخرج 30. يعني النظام الامريكي يقتضي ايقاف الحرب. يعني لما قلت لك اذا وصلنا لشهر امريكا هي التي ستطلب ايقاف الحرب، فلست اعبث، لاني اعرف ما هي قوانين السياسه الامريكيه. هذا الرئيس لن ينجح اذا لم يخرج ما بقي من الأسرى من الأمريكان. يمكن إيقاف الحرب في إطار هدنة إنسانية مش في إطار ما يهمش. هو مجرد أنه إسرائيل تقبل الهدنة اعترفت بالهزيمة، مجرد أن تقبل الهدنة اعترفت بالهزيمة. والبعض يرى أنه إسرائيل أيضا أمام فرصة تاريخية اليوم لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى. مستحيل مستحيل، لأن تحقيق إسرائيل الكبرى يعني مصر و الأردن والسعودية مضطرين باش يدافعوا على رواحهم، ما همش رجال باش يهاجموا، لكن مضطرين باش يدافعوا على رواحهم، مضطرين. يعني اللجوء إلى مهاجمة الأردن ومصر والسعودية يقضي بأن هؤلاء سيدافعون. ولذلك أنا عنوان مقالتي هو 48 مستحيل. عليها مستحيل، صحيح أن في 48 الجيوش العربية التي دخلت كانت متخلفة، لا عندها لا طيارات، لا عندها شيء، ما عندها يعني اللي قاوم هو الشعب فك الوقت ذاك، والشعب كان أمي، يعني الشعب اللي كان يدافع كان أمي. الآن العرب الكل صحيح ما همش رجال، لكن عندهم جيش فيه أجهزة. تحكي على الحكام العرب، يحكي على البلاد التي ستهاجمها إسرائيل إذا وسعت. يعني الأردن عندها جيش، وعندها جيش كفء، وعندها طيارات، صحيح مش كما الطيارات الإسرائيلية، لكن تستطيع أن تهدم المطارات، ما تطيحش الطيارات في الجو لكن تهدم المطارات. كذلك مصر،
ما طيحت الطيارات في الجو لكن تهدم المطارات. كذلك السعودية ما طيحش الطيارات في الجو لكن تهدم المطارات. إسرائيل في ذلك الحين تخسر أقوى سلاح عنده اللي هو الجيش الطيارات. إيش يبقى؟ يبقى السلاح النووي. فيصبح كل هجوم على الأردن ومصر والسعودية هو بداية الوصول إلى الحرب النووية. فتصبح الحرب عالمية إذا صارت نووية. وهذا ما تخشاه أمريكا، وهذا الذي لأجله أتت بهذا الأرسنال اللي جابته، وخاصة الغواصة النووية. وأمريكا بعثت غواصة نووية، روسيا فرنسا بعثت أيضا غواصة نووية، لأنهم يخشون من هذا، يخافون من هذا، من توسيع الحرب الذي ستبدأه إسرائيل وليس العرب وليس إيران وليس تركيا. هؤلاء سيدخلون الحرب دفاعا وليس هجوما، لكن الذي سيدخله هجوما هي إسرائيل لما تخسر الحرب في غزة وفي فلسطين. وهما حادث اليوم إلى حد الآن هي خسرة، هي خاسرة لحد الآن، لكن الخسران عنده درجات. يعني هي قتلك عام، يعني هي مستعدة باش تواصل عام، لكن إذا بعد العام خسرت شو تعمل؟ تولي تمشي للحلول القصوية. قصوية، هذا هو اللي يبني عليه تحليلي، واللي خليني صحيح يؤسفني وأتألم كثيرا، وأحيانا يطير علي النوم لما أرى الأطفال تهشم. لكن لما أقرأ تاريخنا 6 قرون، هذا ما حدث في الجزائر، هذا ما حدث في تونس. تعرف الأسبان إيش عملوا في تونس؟ 70 سنة احتلوا تونس، احتلها موحد المسيحية إسبانيا مع ألمانيا، وهجم على تونس وعلى ليبيا وعلى الجزائر واحتلهم، حررتهم تركيا الخلافة العثمانية. في تونس ولاو حشات يبولوا في الجوامع، وثلاثة أيام يعتديوا على الحرمات، اغتصاب النساء المسلمات في العاصمة. على ذاك ولا عندنا برشا ابنات حلوات كلهم هذيكم كما وقع في البوسنة والهرسك، كما وقع في البوسنة والهرسك، كما وقع في تونس، كما وقع في إسبانيا، كما وقع في ليبيا، كما وقع في الخليج. البرتغال تحالفت هي والدولة الصفوية لاحتلال الخليج، ولو لم تتدخل تركيا لحماية قبر الرسول، البرتغاليين جاءوا باش يهزوا قبر الرسول للبرتغال حتى يستبدلوه بقبر المسيح اللي موجود في فلسطين لما عجزوا عن أخذه. هذا كله ينسوه الناس، لكن أنا ما ننساش، لأني أنا نتبع فيه، لأني هذا اهتميت به منذ أن بدأت أدرس الحضارة الغربية والحضارة الشرقية، وكيف وقعت هزيمة الحضارة الإسلامية منذ القرن 15 إلى اليوم. والغريب أن هذا لم أقوله أنا، قاله قبلي ابن خلدون، وقاله قبلي ابن تيمية، وقاله قبلي الغزالي. أنا لم أقوله، أنا اكتشفته، واكتشفته في باريس وليس هنا في تونس، لما ذهبت وأعددت رسالة حول مفهوم السببية عند الغزالي عام 72. ولذلك درست القانون، ولذلك درست الألمانية، لأنه لكي نفهم الحضارة الغربية لا بد من دراسة الحضارة الألمانية، لأن كل الأوروبيين غير السلاف هم في الحقيقة ألمان، بعضهم تلتنا مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وبعضهم بقي جرماني، لكن كلهم جرمان جاءوا من شمال أوروبا وأطاحوا بالإمبراطورية الرومانية.